من أجل النهوض بدور المرأة في المجتمع وتحت شعار من أجل استحقاقات النساء، نظم مركز المرأة للبحوث والتدريب في جامعة عدن مؤتمرا بشأن رفع الوعي القانوني بحقوق المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية بمشاركة أكاديميين وشخصيات حقوقية وقانونية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني. معظم مخرجات الحوار ترتكز على قضية تثبيت حق المرأة في المشاركة باستنادة لكوتا 30 لا تقل عن 30%، يعني وطبعا هذه تعتبر يعني مكسب كبير جدا للمرأة، لكن الموضوع لا يجب أن يقف هنا عند قضية الخطوات أو القرارات النظرية. المؤتمر تخلله معرض للوحات فنية مناصرة للمرأة، وعرض فيلما وثائقيا تضمن قوانين ومقتطفات تعبر عن مدى أهمية المرأة ومشاركتها في الجانب السياسي والثقافي في المجتمع بما يوافق مقدرتها. وهدف المؤتمر إلى رفع الوعي القانوني والثقافي بحقوق المرأة وإشراكها في كافة الأمور السياسية والاجتماعية في المجتمع. كما قدمت خلال المؤتمر ورقة حول الحقوق الاقتصادية للمرأة ودور المجتمع في توفير فرص عمل. في مطالبات نسائية مستمرة ملحة بضرورة الاعتراف بسرعة تقنين وتضمين حقوق النساء في كل المسودات الدستورية والقانونية المرتقبة. المرأة أمام العديد من التحديات، لا نطالب فقط بأن تشتغل المرأة أو أنها مثلا تخرج إلى مجال العمل، لأن الطاقات الإنتاجية معطلة كلها وما فيش أماكن عمل. على المرأة وعلى المجتمع أن يخلق فرص العمل، ما يظليش منتظر الدولة أن توفر له فرص عمل. محافظة عدن تحظى بكادر نسائي كسر حاجز الصمت منذ زمن، وتفخر المدينة بكوادر عديدة من النساء اللواتي استطعن إثبات وجودهن في المجتمع اليمني بإصرار وإرادة العمل والفعل. لكن ذلك لا يعني أن ثمة حقوقا مصادرة ينبغي أن تكون المرأة واعية لانتزاعها.